مرة أخرى صديقي العزيز خوزيه مانويل ألبرز، أتوجه لك بالشكر على حفاوة الاستقبال، وأنا في الحقيقة بسعد دائما بالفرص التي تجمعني بك واستمرار حوارنا. وتصور أنه وتيرة اللقاءات التي جمعت بين مصر وإسبانيا في الفترة الماضية، لقاءات فخامة الرئيس السيسي وفخامة دولة رئيس الوزراء سانشيز مرتين في القاهرة، وأيضا لقاءاتنا في القاهرة والآن في مدريد، هي دليل على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات والتنسيق المستمر على أرضية راسخة من العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والصداقة الحميمة التي تجمع بين الشعبين. دائما كنا ننظر إلى إسبانيا لما تمثله من داعم رئيسي للتعايش والعلاقة بين الحضارات والاستعداد لاتخاذ مواقف على أسس من المبادئ، وهذا ما مثله الموقف التقليدي لإسبانيا إزاء قضايا الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية، واللي تمثل حديثا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خلفية حرب في غزة وما أتت به من أضرار، ولكن أيضا التطلع إلى مستقبل فيه السلام، فيه حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. نثمن كثيرا هذا الموقف الأخلاقي الذي يعيد الثقة بأن هناك مواقف واتساق مع الضمير العالمي، مع قواعد القانون الدولي، مع الرغبة في إرساء السلام والاستقرار. بالتأكيد أن مشاوراتنا أيضا تطرقت بالإضافة إلى القضية الفلسطينية إلى الحرب في غزة وتداعياتها الكارثية على الشعب الفلسطيني، تطرقت أيضا إلى العلاقات الثنائية، ونحن نثمن كثيرا تطور هذه العلاقات، التنسيق المستمر، الرغبة في تدعمها على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، وسوف نستمر في إيجاد الفرص المواتية للاستفادة الكاملة من هذه العلاقات، رفع مستوى التبادل التجاري فيما بيننا، استفادة من العلاقات مع الشركات الإسبانية التي لها رصيد ضخم في إطار جهود مصر التنموية على مدى السنوات الماضية، ونتطلع إلى تكثيف ذلك بدعم من الحكومة الإسبانية وتوفير الضمانات للشركات الإسبانية وتشجيعها على استكشاف الفرص المتاحة حتى تكون هناك مصالح مشتركة ينعم بها البلدين. كل القضايا المتصلة بالبحر المتوسط، تحقيق الأمن والاستقرار، التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، مصر تعمل في إطار الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي للعمل على منع هذه الظاهرة، تناولها من منظور شامل. مصر تستضيف عدد كبير من المهاجرين حوالي 9 مليون، وتتحمل عبء من منطلق الشعور بالمسؤولية، ولكن أيضا تتطلع إلى مزيد من التعاون على مستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي. ارتقينا بالعلاقة فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى علاقة استراتيجية شاملة، ونعلم أنه هذا التطور جاء بدعم كامل من إسبانيا، فأشكرك على ذلك، ونحن نتطلع دائما لاستمرار اتخاذ إسبانيا لمواقف داعمة لتطوير هذه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أن تكون لسان حال مصر في إطار علاقتها مع الاتحاد الأوروبي نظرا لمعرفتها الوثيقة بالقضايا التي نتعامل معها في المنطقة، الضغوط التي نتعرض إليها، ودائما كان هناك هذه المعرفة وهذا العلاقة الوثيقة التي تتيح لإسبانيا أن تكون أكثر معرفة ودراية بالتحديات الكثيرة التي تواجهنا في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، والاعتماد
دائما على المواقف الإيجابية التي تنتهجها الحكومة الإسبانية. نسعى إلى التعامل مع القضايا وتناولناها، سواء الأزمة في السودان، الأزمة في ليبيا، والعمل المستمر على إيجاد وسائل سلمية لإنهاء أي صراع في المنطقة. نرى تداعيات أيضا الحرب في غزة على حرية الملاحة في البحر الأحمر، وما تعرضنا إليه من أضرار متصلة بذلك على الوضع الاقتصادي. خلال السنوات الماضية مصر تعرضت لهزة اقتصادية نظرا لجائحة الكوفيد، وأيضا الحرب في غزة والحرب في أوكرانيا، ونتطلع أن نستمر في إطار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، العلاقة الثنائية، أن تتمكن مصر من استمرار سياستها في إطار التنمية، في إطار توفير الازدهار لشعبها، بما يحقق مزيد من الاستقرار والقدرة على أن تكون مصر كما تعودت واحة للاستقرار والأمان في المنطقة، والتعامل مع القضايا المختلفة بشكل إيجابي، بشكل يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن لمصر ولمحيطها، وتعتبر محيطها أيضا شمال المتوسط في الدول الأوروبية التي تسعى دائما لتوثيق العلاقة معها. دائما نتطلع إلى أن يستمر الاتصال فيما بيننا. مصر سوف تستضيف في نهاية هذا الشهر مؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي، ونتطلع إلى مشاركة قوية من قبل أسبانيا في هذه الفاعلية. تلقى فخامة دولة رئيس الوزراء للدعوة من رئيسة المفوضية والسيد الرئيس لحضور هذا المؤتمر، ونتطلع أن نتشرف وتكون فرصة إضافية للتنسيق الوثيق والتواصل فيما بين دولة الرئيس الوزراء والسيد الرئيس. مرة أخرى فأشكر صديقي العزيز خوسيه على دائما حفاوة الاستقبال، وإن شاء الله نستمر في التنسيق الوثيق فيما بيننا. كما ذكر، قضية غزة هي قضية تؤرخنا جميعا، تؤرخنا لما أتت به من أضرار إنسانية بالغة، تؤرخنا من حيث الامتثال إلى قواعد القانون الدولي والافتقار التصرفات والممارسات الإسرائيلية لهذا الالتزام، ضرورة الاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية، والحفاظ على منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف وألياته، حتى نستطيع أن نتعامل في إطار من المؤسسات والآليات التي تحمي مصالح الجميع. الخروج عن ذلك وعدم الامتثال للقواعد الأخلاقية المرتبطة والتي وضعت تحت ضغط شديد من الحرب في غزة يعرضنا جميعا لمخاطر الفوضى والارتكان إلى القوة بدل من الارتكان إلى القانون والمبادئ. ومرة أخرى أثمن السياسة الإسبانية التي تدعم هذه المثل، ونتطلع نستمر في التعاون فيما بيننا لتحقيق الاستقرار وحقوق المشروع للشعب الفلسطيني وإقامة دولته. شكرا جزيلا. Bueno, vamos primero, si nos importa, vamos a preguntar primero al ministro egipcio. سوف نقوم بالسؤال أولا لمعالي الوزير المصري. معالي الوزير سامح شكري، ما هي المنظورات التي ترونها؟ ما هي المنظورات التي ترونها مع ما هي المنظورات التي ترونها بالنسبة لحماس وإسرائيل في حالة قبول مبادرة الرئيس بايدن؟ وبالنسبة لمصر، هل هناك شرط وهو أن
تنسحب إسرائيل من كل الحدود وكيف سيؤثر هذا على معاهدة السلام إن لم تقم إسرائيل بالانسحاب. بالنسبة لمعالي الوزير الإسباني فيما يخص المهام التي تقومون بها وإن كان لذلك تأثير على مكتب التعاون، وقد قلتم أنه سيكون هناك رد فعل نرويجي أيرلندي فيما يخص ما ذكره الوزير الإسرائيلي، هل هذه الردود الأفعال هذه من قبل إسبانيا ستكون يعني في الآن أم بعد ذلك؟ ما هو منظور مصر فيما يخص قبول إسرائيل وحماس مبادرة الرئيس بايدن حول النزاع في غزة؟ ومن ناحية أخرى إذا كانت مصر سوف تطالب بمفاوضات مشروطة بانسحابها من الحدود المصرية الفلسطينية وإن كان لذلك تأثير على معاهدة السلام مع مصر؟ نحن قد أصدرنا بيان مشترك مع الولايات المتحدة وقطر باعتبار الدول الثلاثة راعية للمفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار ودخول المساعدات ومنع نزوح الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية من خلال النزوح. الطرح الحالي طرح جدير أن يتم قبوله لما يؤدي إليه من وقف إطلاق النار ووقف الأضرار المستمرة والقتل المستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وبه من العناصر التي تؤدي إلى أن يكون هذا الوقف إطلاق نار كامل وعودة الرهائن ودخول المساعدات بالكميات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، ونحفز الطرفين إسرائيل وحماس بقبول هذه الخطة والتصريحات المبدئية لحماس بأنها تلقت الخطة بشكل إيجابي، وننتظر الآن الرد من قبل إسرائيل ونستمر في التواصل والتنسيق مع الشركاء سواء كان الولايات المتحدة أو قطر أو شركائنا الأوروبيين وغيرهم للقيام بالدور لتحفيز الطرفين على قبول هذه الخطة. بالتأكيد أنه استمرار الحرب أصبح أمر مرفوض للأثار البالغة الخطورة، 37,000 فلسطيني قتلوا، تلتينهم من النساء والأطفال، تقريبا 100,000 أصيبوا، 70% أو 65% من البنايات في غزة أصبحت مدمرة، غزة أصبحت غير قابلة للحياة بالإضافة إلى عدم دخول الكمية من المساعدات اللازمة لمواجهة احتياجات الحياة ومواجهة الحالة الصحية للشعب الفلسطيني في غزة. سوف نستمر في جهودنا ونتطلع أن يكون هناك تفاعل فيما بين الطرفين للانخراط في تنفيذ هذه الخطة بكافة عناصرها. فيما يتعلق بالتواجد العسكري الإسرائيلي في غزة، فبالتأكيد أنه ليس مرفوض من قبل مصر فقط، ولكن من قبل الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي. اتصال هذا التواجد بمعبر رفح، هناك موقف وسياسة مصرية واضحة برفض التواجد الإسرائيلي على معبر رفح. معبر رفح هو الاتصال الوحيد فيما بين الفلسطينيين والخارج، بقية المعابر الإسرائيلية مغلقة أمام الفلسطينيين، وحركة الفلسطينيين لاحتياجهم للعلاج للتعليم دائما تقليديا كانت من خلال مصر، ويصعب أن يستمر المعبر في العمل دون وجود إدارة فلسطينية للمعبر على الجانب الفلسطيني، ومن الطبيعي أن يكون هذا مكون
في أي حل يتم للأوضاع الحالية. فيما يتعلق بالاتفاق المصري الإسرائيلي، معاهدة السلام، فمعاهدة السلام مستقرة على مدى 4 عقود، لديها من الآليات لمواجهة أي خروقات أو مخالفات لبنودها، لكن تظل قاعدة راسخة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى الكافة مراعاة واتخاذ الإجراءات بشكل فيه مسؤولية للحفاظ على هذه المعاهدة الهامة. تأكيد أنه هذه المعاهدة يجب احترامها واحترام بنودها، ومصر دائما تعزز من أثرها الإيجابية. الصوت لا يصلنا، صوت معالي الوزير لا يصل، الصوت لا يصل. نعم هناك ترجمة. أنا أعتذر عن هذا الخطأ الفني في هذا الميكروفون. فيما يخص القنصلية العامة في القدس، لقد أصدرنا في الأسبوع السابق مذكرة شفاهية لحكومة إسرائيل، وهي أننا نرفض عمل هذه القنصلية العامة. هناك اتفاقيات لفيينا تقوم يعني نص على كيفية عمل هذه القنصليات. هناك مجموعة من الاستخدامات والدبلوماسية والتي نحترمها بكل حرص فيما يخص عمل القنصليات العامة هنا في إسبانيا. والقنصلية العامة لإسبانيا في القدس لها وضعية من نوع خاص، هي وضعية تاريخية، هي موجودة من منتصف القرن 19 ويعمل منذ هذه اللحظة وبشكل اعتيادي قبل وجود دولة إسرائيل. وعندما تم يعني إرساء علاقات بين إسرائيل وإسبانيا في عقد الثمانينيات، فقد حافظنا على وضعية هذه القنصلية العامة في القدس. وفيما يخص الإعلان الذي قمت به مع زميلي النرويجي والإيرلندي الخاص بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فنحن نبحث عن أفضل حل لكي ننقل لحكومة إسرائيل مسألة نقل القنصليات. هناك بعض الأمور التي تخص البروتوكولات، مسألة إعطاء التصريحات للسفراء يعني احترام العلاقات الدبلوماسية الموجودة بين البلدان الأصدقاء، ولا يمكن إدخال عناصر توتر في العلاقات الدبلوماسية. نحن نحلل ما حاليا الوضعية لأجل الوصول إلى الحل الأمثل، ونعمل مع كل من النرويج وإيرلندا لإيجاد الوضع أو الحل الأفضل حتى لا تتأثر العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد إسرائيل، ولن يقوم أحد باستفزازنا. سوف نعمل بهدوء كي نعطي الإجابة السليمة. صباح الخير معالي الوزير، أنا من القناة السادسة. أود أن أسأل عن موقف إسبانيا فيما يخص عدم استخدام الأسلحة الإسبانية من قبل أوكرانيا، وفيما يخص الاتفاقيات حول جبل طارق. وما رأيك أو ما هو انطباعك عن فوز السيدة كلاوديا في المكسيك؟ فيما يخص استخدام الأسلحة الإسبانية في أوكرانيا ومن قبل أوكرانيا، لقد أرسلنا معدات عسكرية إلى أوكرانيا وسنقوم بذلك. هذا مثل الدعم الدبلوماسي والإعانة على البناء حتى تدافع عن ميثاق الأمم المتحدة والتي تخص سلامة الأراضي والمواطنين المواطنين العزل المدنيين. وفيما يخص
حلف شمال الأطلسي في براغ والاتفاقية هناك، فنحن لم نقدم معدات عسكرية تكون لها هذه القدرات، ولذلك فهذا السؤال لا يمكن طرحه في هذه اللحظة. والهدف من كل ما تقوم به إسبانيا هو أن تستطيع أوكرانيا الدفاع عن ديمقراطيتها، عن حريتها. بطبيعة الحال هناك أمور لابد من الحوار فيها مع كل الشركاء الأوروبيين، فروسيا لديها آلاف وآلاف الرجال الذين يوجدون على الحدود مع أوكرانيا ويقومون بالهجوم من أراضي روسية بصواريخ على الأراضي الأوكرانية، وهذا يؤدي إلى حالة من عدم القدرة على الدفاع داخل الأراضي الأوكرانية. ولكن لا توجد لدينا أسلحة مثل بلدان أخرى من الحلفاء يمكن أن نقدمها. وفيما يخص المفاوضات حول جبل طارق، المملكة المتحدة قدمت الانتخابات، وفي ما يخص حلف شمال الأطلسي واجتماعه في براغ، فتحدثت مع نظيري وزير الخارجية، وأنا الآن سوف أتحدث مع السيد وزير جبل طارق حول هذا الأمر، ولكني سأقول له ما قلته آنفا، وهو أن المفاوضات الفنية يتم الحفاظ عليها. وفي يوم 16 من مايو عندما تحدثت مع وزير الخارجية البريطاني تحدثنا في مواصلة العمل والسير القدمى فيما يخص العمل الفني. وأما ما عندما تتشكل الحكومة الجديدة، أيما كانت الحكومة يمين أو يسار، فسوف نحاول أن نصل إلى هذه المعاهدة. ومن الطرف الإسباني ومن الجانب الإسباني نعتقد أن هذا الأمر سيكون إيجابي لجبل طارق وحقول جبل طارق المحيطة بها في جنوب إسبانيا. أما ما يخص الانتخابات في المكسيك، فمن الساعة 9 صباحا وأنا مجتمع مع نظيري معالي وزير الخارجية المصري لم أرى النشرة، ولكني أعرف أن مرشحة حزب الرئيس الحالي هي التي متقدمة، وستكون المرأة الأولى التي أول امرأة تكون رئيسة للمكسيك، أول حكومة نسوية. المكسيك هي بلد كبير، بلد شقيق، ونحن نتمنى للمكسيك الكثير من التوفيق، ونهنئها السيدة المرشحة والشعب المكسيكي. لا أريد يعني أن أتحدث عن أمر لم يتم بالتمام والكمال حتى الآن، ولكن اجتماعاتي مع نظيري المصري يعني لم تجعلني أرى النشرة وما بها من أحداث جديدة حول فوز أو تقدم المرشحة. ونعم نحن بلدان شقيقان لنا الكثير من الإرث والتراث المشترك، وعلينا أن نعزز العلاقات بشكل أكبر، ونتمنى الكثير من النجاح للسيدة الرئيسة. نتمنى الكثير من النجاح للسيدة الرئيسة الجديدة، ونتمنى نجاح أكثر للصداقة المكسيكية الإسبانية. وشكرا جزيلا.